عليكم إخواني، ما في مرة بنتكلم فيها عن فساد أوضاع بلاد المسلمين وانتشار الفسق والفجور فيها واستخفاف حكامها بالشعوب إلا بيطلع مجموعة من الإخوة يقولوا يعني إحنا إيش طالع بإيدنا نعمل. مطلوب منك يا أخي تحول استياءك من هذه الأوضاع إلى قوة دافعة تصلح بها ذاتك وتصلح اللي أنت مسؤول عنهم وتسعى في إصلاح مجتمعك حتى تبري ذمتك أمام الله. يمكن هالكلام ما يعبي عينك لأنك بتشوفه ما بيجيب نتيجة. أسألك، نتيجة في إيش بالضبط؟ راح تحكي في تغيير الواقع. طيب وافترض ما غير الواقع، مش أهم شيء أنك تطيع ربك عز وجل؟ لأنه مش معقول الله عز وجل يطلع عليك فيراك في هذا الوضع اللي أنت عارف كم هو سيء ومع ذلك منشغل بالمعاصي أو بالسفاسف وبعديها بتحكي شو طالع بإيدي أعمل. حتى لو ما غيرت الواقع، مطلوب منك تصلح وتنهى عن المنكر حتى إذا جاء العذاب بلكي ربنا عز وجل يرحمك. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إذا كل هذا مش مقنعك فاعرف أنه عندك مشكلة، لأنه هدفك الأعلى مش رضا الله وإنما بدك تشوف نتائج دنيوية ملموسة. ومع ذلك بقول لك والله الإصلاح بغير الواقع، وأهل الظلم أكثر حاجة بيعيشوا عليها إحباطنا وسلبيتنا ويأسنا من تغيير الواقع. راح تقول كلامك هذا عن المعاصي والمنكرات احكيه لأهل المعاصي ورب آيدول اللي بيشربوا بيزنوا والعياذ بالله. إحنا يا أهل الدين اللي بنحب الدين شو طالع بينا نعمل؟ طيب بدي أتذكر أنا وياك أخي أشياء بنعملها إحنا يلي بنحب الدين وبنصلي وبنصوم لكن تعودنا عليها وشايفين حالنا في منتهى البراءة مع أنها تستجلب غضب الله عز وجل. بنغتاب وشجعان في أكل لحوم بعض بينما نحن جبناء أنه ينصح الواحد أخو بوجهه وبعديها بنحكي شو طالع بإيدنا نعمل. سوء علاقات وقطع أرحام، وإذا قرأ الواحد فينا آية عن صلة الأرحام بيحكي في حاله معلش يا رب مش راح أسامح أخوي، هذه بالذات عافيني منها يا رب ما بقدر، وبنحكي بعديها شو طالع بإيدنا نعمل. أكثر من 30 آية في القرآن عن آداب الطلاق والتحذير من الفجور في الخصومة عند الطلاق، وربنا سبحانه وتعالى يحذر من استخدام أحكام الطلاق للإضرار ويسمي هذا الشيء استهزاء بآيات الله فيقول: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. شوف، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ومع ذلك لما نطلق فجور خصومة وكذب وأذى وقلة عقل وفضايح من الطرفين وتحريض من أهالي الطرفين، وبنحكي بعديها بكل جرأة بكل جرأة شو طالع بإيدنا نعمل. كموظفين بنستحل لأنفسنا عدم إتقان الأعمال لأنه مش راضين عن رواتبنا، كأصحاب أعمال بنعطي أجور ما بتكفي لعيشة كريمة، وبننسى الراحمون يرحمهم الرحمن، وبنحكي شو طالع بإيدنا نعمل. كل ما نناقش قضية سياسية إحنا المهتمين بالأمة ونختلف على هذه القضية ما بتتسع صدورنا لبعض، بنخون وبنتهم وبنسب وبنتعصب ومش مستعدين نناقش بالحجة والإقناع، وبنحكي بعديها شو طالع بإيدنا نعمل. ممكن الواحد فينا يعرف الحق ومع ذلك يتكبر عليه. بالله عليكم إخواني احكوا لي كم مرة شفتوا في خلافات المسلمين واحد بيحكي لأخوه معك حق أخي، أقنعتني بأدلتك فأنا بترك رأيي وأؤيد رأيك. لا، بنتكبر وبنحكي شو طالع بإيدنا نعمل. البنت بتلبس بنطلون ضيق مفصل جسمها يندى له جبين الحياء، وبتسمي حالها محجبة لأنها حاطة شال على راسها، وأبوها وأخوها وزوجها شايفين وكلهم بيحكوا عن فساد البلاد، شو طالع بإيدنا نعمل؟ نضيع أوقاتنا وبنوتس وبنفيس وملهيين عن أولادنا، ما عنا صبر نقرأ معهم كتاب تربوي نافع ولا كتاب عن تاريخ المسلمين، ولما يكبر الشاب والبنت ما بيسمعوا كلامنا، وبنلاقي أولادنا في يوم الأيام على الرصيف بتهملوا مع أولاد الحارة، وبنحكي بعديها شو طالع بإيدنا نعمل. فينا من ينتخب نواب مهمتهم إقرار كل الفساد الموجود بالبلاد وتقنينه، وما بيحتكموا إلى قال الله وقال رسوله، بل يحلون الحرام ويحرمون الحلال. ليش بينتخبهم؟ عشان يكونوا واسطة له أو عشان يرفع اسم عائلته، وبعديها بيحكي شو طالع بإيدنا نعمل. تهاون غير مسبوق بالربا مع أن الله أعلن الحرب على أهل الربا فقال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومع ذلك الشاري سيارة ولا بيت بالربا بيعتبر حاله أحسن من غيره لأنه ما بيشرب وما بيزني، مع أن الربا أفحش من الخمر والزنا، ومع ذلك بيحكي أنا شو طالع بإيدي أعمل. بنداهن الظلم وأهله وبنرضع الجبن لأولادنا بدل ما نعلمهم إنكار المنكر وإنهم ما يخافوا إلا الله، ومع هيك بنحكي شو طالع بإيدنا نعمل. حتى في دعوتنا بيدخل الرياء، بنكتب بوست عن وضع المسلمين وبنتابع كم شير ولايك وكومنت.
بنستهين في تعليق الصور غير المحترمة باسم الدعاية وعرض البضاعة، وبنحرق في دم هالشباب مع تأخر سن الزواج، وبنحكي شو طالع بإيدنا نعمل. يا جماعة شو بدنا نعد لنعد؟ والله يا إخواننا لو كنا بنستاهل وضع أحسن من هيك ما كنا عشنا حالة الاحتقار والبهدلة اللي احنا عايشينها. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. خذها قاعدة، خذها قاعدة. إذا بدك تسيء الظن بحد فسيء الظن بنفسك، اوعى تسيء الظن بالله وتظن انه احنا كويسين لكن الله مش معطينا حقنا، حاشاه سبحانه. يعني فيش فينا خير؟ لا طبعا فينا خير، لكن هذا الخير بتحمل حالك لحالك جميلته وبتدور على تقصيرك مع الله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الحسن البصري قال: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. المؤمن بيحسن أعماله بيشفق من عذاب الله، والمنافق بيسيء وبيحكي لك الله بيحبني وما راح يعذبني في الدنيا ولا في الآخرة. مطلوب نعرف انه معاصينا بتساهم في حالة الذل والبهدل اللي احنا عايشينها، فنستحي على حالنا عدم المؤاخذة ونرفض نساهم في هالذل. طبعا كل مرة بنحكي هالكلام بيطلع لك من يحكي: ترك المعاصي مش حل يا شيخ، الحل في الجهاد في سبيل الله، وكلامك هذا كله تخدير وتلهية. وبيجي من يرد عليه في المقابل: هو جهادكم جهاد، وبيدخلوا في معركة كلامية وشتايم، وفي النهاية بتضيع القضية، لا حد جاهد ولا حد ترك معصية ولا حد صلح شيء. إذا بدنا الله عز وجل يوفق مجتمعاتنا للجهاد فلنجاهد أنفسنا علشان نستاهل هذه الكرامة. في الختام إخواني رجاء ما حدش يحكي بعد اليوم إيش طالع بإيدنا نعمل، طالع بإيدنا كثير والله، بس بدها همة وصدق مع الله.